الأربعاء 23 من شهر فبراير شباط. أبرز معالم اليوم التاسع لانطلاقة الحراك الشعبي البحريني، إطلاق سراح 308 معتقلين تنفيذا للأمر الملكي، ومن ضمنهم ما يسمى بقضية 25 واعتصام المعلمين وتوقيعهم في مقر المعلمين في وقت لاحق من نفس اليوم. علقت الجمعية إضراب المعلمين بعد الاستجابة للمطالب بسحب الجيش والقوات الأمنية من الشارع والسماح بالتظاهر والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتحذر الوزارة من اتخاذ إجراءات بحق المعلمين، في حين أن وزارة التربية تصرح نواب وبلديون تربويون يسدون نقص المعلمين، وعدد المتطوعين يرتفع إلى 3500. وتزايدت عدد الجهات المتضامنة مع المعتصمين في دوار اللؤلؤة، منهم أسرة الأدباء والمصرفيين ونقابة شركات التأمين. إنما أنا شخصيا يعني تضامنا مع الشباب واعتصاما معهم، لأني ضد مبدأ القتل، ضد مبدأ العنف، يعني أنك أنت تقتل ناس عزل ونايمين، هذا مبدأ احنا نرفضه والعالم كله يرفضه. فهذا هو الموقف اللي أنا لا يمكن أنساه، وأريد بوقفتي واعتصامي مع الجماعة أن أسجل هذا، لأن دي لطخة في جبين هذا الوطن الجميل. وكذلك الشيخ أحمد العصفور الذي زار المصابين بمجمع السلمانية الطبي وشجب استخدام العنف. كانت الأوضاع تعصف بإقامة مسابقات الفورمولا 1 في موعدها، فأعلن عراب السباقات إكلستون أن هناك مساعي لإعادة جائزة البحرين إلى روزنامة 2011. وأخيرا الجمعيات السبع تصدر بيانا تحيي فيه جموع الشعب المشاركة في المسيرة، وتؤكد فيه على الاستمرار بمظاهر المطالبة وعدم التعرض لها، وأعربت فيه عن استعدادها للقاء القوى السياسية التي خرجت مطالبة بالإصلاح مثل تجمع الفاتح.